من اكتر الاخبار اللي تصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت كان فوز الفيلم المصري عيسى بجائزه رايل الذهبيه، وده بعد عرضه في الدوره ال 76 لمهرجان كان السينمائي. فيلم عيسى هو فيلم قصير للمخرج المصري مراد مصطفى، وكان بينافس في اسبوع النقاد بالمهرجان. والفيلم قصته بتدور حوالين قصه عيسى وهو مهاجر افريقي عمره 17 سنه وعايش في مصر، وبيحاول انه يسابق الوقت لانقاذ اسرته بعد حادث عنيف اتعرضت ليه. الفيلم من بطولة الشاب الكيني مارسيلانيو والمصرية كنزي محمد، وخلص مهرجان كان يوم السبت اللي فات وشهد حفل الختام فوز فيلم Anatomy of a Fall بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.